السلام البنات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نتقاسم معكم وصفه تاع تشيز كيك بالفراوله. مع انه رانا في وقت الفراوله، نختارمو فرصه باش نديرو بها تحليات لاطفالنا في الدار، تجي نظيفه ولذيذه. نحتاجو فراوله. انا هنا في هذه الوصفه احتاجيت كيلو ورطه تاع فراوله، وهنا عندي بيسكوي. اي بيسكوي عندك في الدار تطحنيه. عندي هذا الموديل تاع البيسكوي، تطحنيه حتى يولي بودره. اي نوع تاع بيسكوي عندك في الدار، تاع شوكولا ولا تاع بالقرفه ولا هذا فاني، طحنوه مليح. هنا خديت 300 غرام تاع بيسكوي على حسب الصينيه اللي عندك. انا بعد ما طحنتو نديرها في الاناء، يجي على هذا الشكل بودره. من جهه اخرى راني ذوبت 50 غرام تاع الزبده، كما راكم تشوفوا راهي دافيه. نبدا نخلط في البيسكوي تاعي بهذا الزبده باش يتلم يولي عجينه متماسكه شويه. نديرو الزبده غير بشويه وحنا نلمو فيها بواسطه الملعقه. يعني مجد الصينيه تاعي اللي تتفتح على جهه، درت فيها ورق طهي وفرغ فيها الخليط تاع البسكويت ونفرشه على طبقه واحده. احنا نفرشوه، احنا نزيرو عليه كيما هكا، نضغطو حتى يدي، نضغطو عليه مليح بالملعقه حتى يدي كاع الفورمه تاع الصينيه على هذا الشكل. نجيبو كاسرونه تاعنا. انا عندي حوالي 250 غرام تاع فراوله، هذيك اللي كانت طريه قلحتها وقطعتها مربعات صغيره. نضيف عليها حوالي 3 ملاعق كبار تاع السكر ونخليها 10 دقائق حتى تطلق الماء تاعها. نخليها على جهه، من بعد نديرها فوق النار. هنا راني درتها فوق النار، هي بدات تطيب. هنا باش نصنعوا لو كولي دو فريز، الصلصه تاع الفراوله. انا حبيت الفراوله راهم يطيبوا معايا، طابوا دروك نطفي عليها ونفوت نطحنها. هنا راهي طابت الفراوله، الان نجيب الميكسر بغا هذا ونطحنها. بعد ما طحنتها نجيب مصفات ونصفيها من هذوك الحبيبات، ما يليقش لو كولي دو فريز يكون فيه هذوك الحبيبات تاع الفراوله. نصفيها مليح. الان نجيب كيس من تاع جيلاتين حلال اغار اغار، كنت سبق ليا واستعملتها معكم في تحليه تاع البرتقال. نديرو كيس تاع هذا الجيلاتين الحلال، فيه 4 غرام، والخليط هذا السائل فيه حوالي 250 مليلتر.
نعاود نرجع الخليط تاع الفراوله في الكاسرونه ونرجعها على النار ومع التحريك حتى تبدا تثقل شويه، نطفي عليها. كي تبدا تغلي ثم نطفي النار. ومن جهه اخرى نجيب الحبه تاع الفراوله، نقسم الحبه الى نصفين ونستفها على الصينيه تاعي كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نستفها كامل على الصينيه ومن بعد نزيد في الوسط حتى تكمل الحبات تاع الفراوله. نحاول كيفاش نلصقهم مليح مع هذاك الحائط تاع الصينيه مع الحواف، ونلصقهم مليح باش ما يطيحوش. هنا نسيت ما قلت لكمش، الصينيه تاعي فيها 23 سنتيمتر القطر تاعها، في العرض تاعها 23 سنتيمتر، وتنجموا تستعملوا بهذه الكميه في صينيه تاع 20 سنتيمتر باش تجيكم الطبقه تاع البسكوي شويه طالعه، تجيكم عاليه. هنا بعد ما ستفت حبات الفراوله كلها كما راكم تشوفوا عمرت بها كاع وجه الصينيه. الان عندي كميه تاع بودره شانتيه اللي هي غبره شانتيه، كاس غير مملوء، نزيد معاه كاس غير مملوء نفس الكميه تاع حليب بارد ونطلعها حتى تصبح كريمه متماسكه. عمرت لا كريم شانتيي في الكيس الحلواني ونبدا نعمر في هذا الفراغات بين الفراوله كما راكم تشوفوا من تحت للفوق. لازم تعمري كل الفراغات باش تتناسق الفراوله حبه مع اختها على هذا الشكل من تحت للفوق كما هكا تعمري الفراغات. ونزيدو ندورو بالوسطانيين وين ما كاين الفراغ كاع نديرو له كريم شانتيي. وبما انه انا استعملت بلا كبير تاع 23 سنتيمتر كان لازمني زوج كيسان تاع بودره الشانتيي وانا متوفرتش عندي، ولكن ديبانيت بالموس تاع البرتقال كانت باقيت لي اللي سبق لي درتها معاكم، كانت باقيت لي في الثلاجه تاع البارح ديبانيت بها. نتوما من الاحسن لا استعملتوا صينيه كبيره كيما هذه تاع 23 سنتيمتر ديروا معاها زوج كيسان تاع غبره الشانتيي مع زوج كيسان حليب باش تقدكم الكريمه وتجي هذيك هي نيشان، ولكن معليش ديبانيت بها ما تبانش من بعد. الان جبت لاموس تاع البرتقال اللي قلت لكم عليها، راني زدتها في الوسط باش نعمر الفراغات ويجيني سطح متماسك وسطح واحد بواسطه ملعقه ولا سباتول. نحاولوا نمشوا مليح هذيك الكريمه باش تجينا على طبقه واحده. ندخلها للمجمد لمده نص ساعه حتى تتماسك مليح ونعاود نخرجها. بعد ما خرجتها من المجمد هنا نجيب لو كولي دو فريز صلصه الفراوله اللي خدمناها نفرخها في الوسط ونمشيها كاع في الحواف. وهنا زدت لها قطرات من الملون الاحمر باش تجي الشكل تاعها واللون يجي شباب. انا نسيت ما صورتها لكمش، درت ثلاثه قطرات تاع ملون احمر عطاني هذا اللون الجميل تاع الفراوله، لان الفراوله ماهيش حمراء بزاف لذلك تعمدت وزدت لها الملون الاحمر. وإلا ما كانش عندكم ملون احمر استغناو عليه ماشي مشكل. نسقمها مليح ونعاود نردها في المجمد تبقى لمده ساعه
هنا بعد ساعه راني خرجتها من المجمد، فتحوا غير بشويه الصينيه تاعكم، حاولوا كيفاش تعرضوها في الجوانب غير بشويه هنايا، هذا هو الشكل تاعها بعد ما نزعنا الاطار. هنا زينتها بحبات فراوله وزوج ورقات تاع نعناع، الاخضر يعطي لون شباب مع الاحمر. هذه هي التشيز كيك تاعنا بالفراوله، نقطع لكم مورسو باش تشوفوا قطعه باش تشوفوها في الوسط كيفاش جات. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ما تنسونيش بلايك وبارطاج الى كان ممكن. الى اللقاء في الوصفه القادمه.